أدى المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي منح المستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1/9/2022. أحسن بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون.